مرحبا بكم مجددا. خلينا ناخذ بالاوتوميشن ستوديو الكونسبت بيسك كونسبت للبي ال سي، يعني اساسيات البي ال سي. البي ال سي كاساس اخذنا ثلاث امثله عليه، اذا ما شايفين المفروض تشوفهن لانه هنا الحكي راح يعتمد على السابق مالته. بي انبوت وبي اوتبوت كارد. الانبوت كارد دائما يكون هو المدخل الرئيسي للبي ال سي مالتنا، وممكن يكون السبلاي مالته 24 فولت، يعني الكومون اللي هو 24 فولت، او ممكن يكون L1 ونيوترال، يعني يكون الترناتيف، يعني يكون متغير، يعني اي سي. زين، هنا كافتراض انا راح افترض بانه هذا البي ال سي مالتي هو 24 فولت سبلاي، واكيد يراد له كمان صفر، اوكي، وهنا 24 فولت. زين، هسه لو اجي اشغل البي ال سي مالتي، هنا ايش راح يصير؟ راح يصير البي ال سي شنو يقرا؟ راح يقرا فرق الجهد. اذا صار فرق جهد بهذه النقطة الان 1 ان نوت، راح يشغل لك هذا ال اي دي مثل هاي الحالة. هنا بهاي الحالة راح يعرف بانه انت سلطت الجهد على ال ان 0، يعني على اول ادخال سلطت 0. هذا راح يولد فرق جهد داخل ال بي ال سي مالتك، ويشغل لك اول ال اي دي. زين، دائما ركز، دائما الوايرنج ثابت بالبي ال سي، اللي يتغير هو البرنامج، يعني البرنامج هو اللي راح يخلي لك هذا البي ال سي يسوي فلان شي ويسوي فلان شي. ف احنا ما راح نخلي 24 فولت مباشر، اكيد راح يكون بيناتهم فد كونتاكت معين، كان يكون بوش بوتوم او توغل سويتش. نستخدم البوش بوتوم. زين، خل نوصل البوش بوتوم مالتنا هنا لل 24 ونشغل. شوف لما ما تضغط يلا يعطيك اوتبوت، يلا يصير انبوت لل بي ال سي مالتك. زين، شلون راح يشتغل هذا؟ خل مثلا عندك اوتبوت كويل، مثلا اي اوتبوت، مثلا انديكيتر. لما ما تجيب الانديكيتر انا راح اسميه اكس، اوكي، وراح اجهزه ب 24 فولت وهنا 0 فولت. اوكي، هسه بهالحالة شوف اشتغل عندك هذا الانديكيتر. بهاي الحالة راح يعني لما ما اضغط هنا راح يشتغل انديكيتر نفس هذه الدائرة، نفس هذه الدائرة راح تطبق على الانبوت مال بي ال سي مالتك، يعني بالضبط نفس الشيء. هسه هذا فقط للتوضيح، احنا اخذناها. الباقي المداخل ايضا، فرضا اني مثلا اريد اخلي كونتاكت مال ريلي، ممكن يصير، ممكن تخلي توغل سويتش، توغل سويتش نورمالي كلوز، بعد شبوت نورمالي كلوز، شوف، وتجي تجهزهم بهذه الطريقة. زين، هنا كلهم تاخذ لهم انبوت. زين، هسه لما ما شغل، شوف النورمالي كلوز بالحالة اعتيادية هو جاي يعبر، لما ما تفصله يلا صار اوبن، لما ما يعني يجي عليه تأثير معين، والبوش بوتوم ايضا نفس الشيء. زين، فهاي المدخلات المتنوعة للانبوت كارد مالتك مال بي ال سي مالتك. زين، هسه نجي ناخذ الجزء الثاني من البي ال سي وهو الاوتبوت كارد. الاوتبوت كارد انتبه عليه جيد جدا، شلون راح يكون الوايرنج مالته؟ الوايرنج مالته بالكمان اكيد راح ياخذ شنو؟ راح ياخذ 0 فولت من نفس السبلاي.
ولكن بالجهة الأخرى، بالجهة الأخرى مثلا خلينا نخلي output، تقدر تخلي coil، تقدر تخلي latch والunlatch coil اللي شرحنا عليهم، flash indicator، يعني نخلي indicator باعتبار هو x1. اوكي ctrl copy v، هذا x2 فلاي، او تقدر تسمي y، تقدر تسمي q، حسب انت، حسب اللي يعجبك. زين راح توصل هذا indicator مباشرة. زين هنا supply، السبلاي شلون راح يكون؟ السبلاي راح يجي ياخذ مباشرة من ال 24 فولت، هذا هو الاوتبوت مالتك. زين الاوتبوت، الاوتبوت ايضا يصير فرق ضغط، فرق جهد بال بفلان نقطة، بال 0 او 1 او 2، وراح يشغل لك فلان اوتبوت على اساس شنو؟ على اساس انه هذا مجهز بالزيرو والجهاز مالتك مجهز بال 24 بالهاي، فهذا راح يعطي زيرو ويشتغل. زين لما ما اشغل واضغط بوش بوتون، مثلا شغلت الاول شغلت الثاني، ليش ما يشتغل الاوت زيرو والاوت 1؟ قلنا ونذكر كل مره بانه الوايرنج ثابت، انا سويت وايرنج كملت، ولكن هذا البي ال سي يفتقر الى شنو؟ بروجرامينج. فماكو برنامج يقول لي بانه اذا اجتك اشاره من 1 ان 0 شو يسوي بالاوت 0 او بالاوت 1، هذا يفتقر البرنامج. ف اهم شيء هو البروجرامينج بالبي ال سي، اذا ما بي بروجرامينج ما راح يسوي لك شيء. والوايرنج كاساس اغلب البي ال سيات هيك شيء تكون وايرنج مالتها، ولازم ننتبه بانه احيانا نشتغل على ال L وعلى النيوترال، واحيانا نشتغل على 24 والصفر فولت. فهسه كاساس عرفنا كيف هو الربط مال الكارتات مال ان والاوت للبي ال سي.